السلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب الحلوين، شنو مقطعنا اليوم؟ رح نلعب حرب البيض، بس هاي المره يا شباب كالعاده حرب البيض شوي مختلفه، بس هاي المره من نوع ثاني. رح نلعب حرب البيض على شعار قناه مصطفى قمابر. واو يا شباب، مثل ما تشوفون هاي هي البيضه من شعار قناه مصطفى قمابر. فاذا عجبتكم هاي البيضه لا تنسون تدعمون هذا المقطع باللايك شباب، وتشتركون بالقناه اذا ما مشتركين. وكالعاده يا شباب هسه خلينا نرتب وضعنا ونرجع لكم. اوكي بس نحتاج شويه اكل، 4 حبات اكل كلش كافي، ونروح ندار عن. طبعا شباب هنا انا ما اريد اسوي فاست بريدج، لان زي كل مره اذا اسوي فاست بريدج اجيب العيد ولازم اسوي لي دروع مره ثانيه واجمع لي موارد زي كذا، فما راح اخاطر، بس راح اروح لي هذا البريدج العادي. اوكي طبيعي كل الناس تسوي هذا البريدج. اوكي بما انه ما شافني خل نروح له، نفتر له من ورا، نشيل البيضه مالته. هاي سلام عليكم. تا 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 تا. هاي وين رايح؟ وين رايح لك؟ يا اخي يا اخي والله اكرههم هذول الناس، والله اكرههم يا اخي، ايش فيهم كذا؟ هاي وين راح؟ الو؟ الو؟ هاي وين رحت؟ يا اخي والله اكرههم نوعية ذا الناس يا اخي، يزبنون. او ماي جاد، بس والله يخوفوني هذول. اوكي دا يهلف، دا يهلف، ثاني همين هلف معاك يا ورع، تهلف وحدك يا نوب. اوكي شباب خلنا نصعد، اوكي. هذا الحل الوحيد اللي نقدر نسويه، بس نصعد فوق. اوكي 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 شفته شفته. اوكي يلا مع السلامه، يلا جود لك، يلا باي باي. والله مسكين يا عيال. اوكي بس خليني نصينا شويه شات حتى بعد لا يزعجنا. طبعا شباب وياي رفيال في الجيم، عرفت شلون؟ فراح يساعدنا بشكل مو طبيعي ان شاء الله في الجيم. اوكي خلينا نبني هذا اللي اسمها شو اسمه ذا الجرين، اسمه كولد بليد لو ما ادري ايش اسمه، شكله اجنبي. ان شاء الله يكون محترف حتى اواجه، يا اخي والله احب الناس المحترفين حتى اواجههم، عرفت شلون؟ اوكي اول شيء خلينا نرتاح من بيضه مالته، مع السلام. اوه سيف ايرون يا عيال، لا 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 والله جلدته، هو سيف ايرون الحمد لله. والله يا عيال شوفوا على قلبه نص بقالي، والله مصيبه ذولا اللي سيف ايرون، والله شكلي يعني همين راح اشتري سيف ايرون. شباب جاني شخص، شباب شباب جاني شخص مدرع، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا اخي، والله ايش في ذا المدرع مفول ايرون، مو مفول اللي عنده جست بليد يا اخي، والله ما اقدر عليه برا، خلي احاول اسوي له انتحاري. اوكي بس والله ما اقدر يا اخي، ما اقدر ما اقدر، استحيل، استحاله استحاله استحاله، والله جلدته مستحيل. هسا خلنا نروح للنص ونشوف منو بقى. رفايال شفت شلون جلدته؟ والله ما ادري شلون، بس والله يعتبر شيء حلو. والله انك محترف والله. حبيبي. وين وين الثاني الاورنج؟ بس خلي اروح ادبه لان شكله ما مؤدب. هي رفايال وين الاورنج؟ شفته لو لا؟ تراها راح يجيب دروع دايموند. هو انا. شفته. ذا الدارك بلو لو ما ادري ايش اسمه. يا اخي والله خايف من اتشي واحد شباب. خايف من اتشي واحد انه يدرعون نفسهم دايموند، فلهيك اني ما اقدر اسوي اتشي. اوكي خلينا نروح ندرع مال هذا. ترى اوكي جلدته ذا، جلدته. اوكي بس خلي اكل جولدن ابل، شيل البيضه. اوكي يلا رسبن، يلا موت 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 يا اخي يا اخي، والله خايسه حق شو اسمه الكول داون. ها شفته 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 شفته، خلي اروح له. اوكي لا تشرد يا ورع يا اخي، منوب منوب، تعال 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 بشرفك لا تشرد. رفايال بليز بليز اتبع لي اياه، قل لي وينه. طبعا شباب رفايال راح يحط ميوت لان عنده شويه ازعاج، بس ما عليكم شباب. يا رب يا رب ما يشتري دروع، يا رب يا رب يا رب، لا شباب راح يشتري دروع من عند القروي، والله مصيبه. خلينا نحاول نسوي له انتحاري ونجيب الجيم، نحاول نسوي. او ماي جاد فول له ايرون شباب، بس لو نشتري له بو. نوب 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 صدق، بس خلي اسوي زي كذا. اوكي يلا تعال 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 تعال، يا رب ما عنده بو، يا رب ما يشتري بو، يا رب يا رب. يلا تعال يلا شباب، جاني جاني، خلينا نحاول نسوي له المقلب. اوكي يلا تعال تعال تعال، لا تخاف لا تخاف لا تخاف، يلا شيت 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 بشرفك شيت، يلا. او ماي جاد لازم اصعد له شكلي. اوكي اصعد 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 ابو المور، بس لا يخلص انا بلوكاتي، لا يخلص انا بلوكاتي. يلا او ماي جاد، وين راح يا وين راح ذا الورع؟ يا ليل راح البياطي، والله ذكي ذا يا اخي، شلون ورطه ذا؟ والله راح يورطني يا شباب، والله راح يورطني الف، والله شو اسوي؟ يلا اوكي شيت ابو المور. اوكي وين راح؟ بليز بليز مان لا تروح البياطي يا اخي، والله مصيبه، والله راح البياطي
راح البيضتي سبك. باي باي مع السلامة بيضتي. اوكي هي جي جي يا اخي، حتى المقلب ما يضبط فيه ذا. يلا فرصتنا هسه يا رب. اوك كابو جي 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 يا اخي والله اني كفو والله عبالي رعنجلة دي يا اخي، والله دروعه يعني فل ايرون وقدرنا نجلده والله فشي اسطوري. اوكي شباب الحلو ياس، دخلنا الجيم الثاني وان شاء الله يا شباب بيكون جيم مرة اسطوري مرة جلد. طبعا شباب اعتقد اليلو مع السلامة راح يموت، فنحن على السريع خلنا نستغل الفرصة ونغلف بيضتنا بهذا الشكل على السريع. اوكي نروح نجمعنا شوية ايرونات، بعد نشترينا بلوكات زيادة ونروح ندرعم على هذا الورع لان شكله مرة قوي، فلازم نجلده قبل لا يجلدنا. عرفت شلون يعني؟ لا ننطيه فرصة حتى يعني يجينا ويتعدى على حقوقنا. عرفت شلون؟ هاي ما شاء الله بيضتها والله نورع. اوكي أليكس مديدك علي أليكس، انقلعي أليكس يا ورعة، مديد علي أليكس النوبة والله ما ادري ايش وضعها هاي. طبعا شباب شكلي بقيت عني رفايال، فش تقولون شباب ننطي الجيم؟ اخ والله جيم ذا ايزي على السريع خلص يا اخي. فش نسوي رفايال؟ رايح تشيل بيضتك رفايال يعني عادي لو يا اخي رفايال يا ورع عادي اشيل بيضتك لو مو عادي؟ اوكي يلا خلاص راح اشيل بيضتك وخلاص انطي كاني الجيم لو انت تنطيني. بس والله جعت اني، لا ليش وقعت في الفايد يا ورع؟ لا انا بلعبان. اوكي يلا مع السلامه بيضتك. اوكي اي سلام عليك ال 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 بعدك اي بعدك بسكن، بعدك بسكن حق ذاك المدير. تعال شوف سكنك حق المدير. هي يا اخي عندك اكل؟ عندك جولدن ابل اتش يعني اكله. هي ابو تعال لا تشرد يا ورع. اوكي لا تنتحر. يلا ايش رايك ننتحر انا وياك نشوف منو اول شخص يموت؟ اوكي يلا خلينا نروح هنا. يلا واحد يلا واحد اثنين ثلاث. والله وقعني الورع. يلا مو مشكله يلا جي جي فزنا بالجيم. اوكي شباب الحلو الناس، دخلنا الجيم الثالث والاخير المقطعنا اليوم في ماب اسمه جولف. صراحه من العب ذا الماب احس نفسي في بلوكس ام سي، ما ادري ليش لان تقريبا بلوكس ام سي يعني اغلب المابات حقهم يعني كلش قديمات، فاحس نفسي في بلوكس ام سي ما ادري ليش. اكيد شباب كلكم تعرفون بلوكس ام سي، منو هسه ما بيعرفه؟ والله ما ادري. اوكي بس خليني اطور ذا المصنع وخلاص شباب رتب لنا وضعنا ونرجع لكم. اوكي شباب الحلو الناس، رتبنا وضعنا وكل شيء تمام، بس اول شيء يا شباب خلينا نغلف لنا البيضه حق مصطفى جيم اوفر على السريع. والله ما ادري ليش سويت هاي البيضه بالضبط، بس رفايال الورع جاب لي الفكره، بس قلت له ليش هاي الفكره كلش حلوه يا اخي خلينا نسويها مو مشكله. اوكي اول شيء نروح البيضه الاورنج. اوكي فخلينا نسوي لنا فاست بريدج لان صراحه زمان على فاست بريدج شباب، سوينا فاست بريدجينج. اوكي نصعد لنا شويتين حتى بعد اذا لعل وعسى انجلدنا او كذا يعني نقدر ما يقدر يرجع على السريع. عرفتوا كيف؟ هاي وين بيضة ذا الاورنج الورع؟ والله شكلها في هاي. اوكي خلينا نحاول نسوي لها مقلب. تا 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 لا طيرني شباب. هاي مات اما شباب سوالي انتحاري ما ادري ليش، بس والله شكرا لك يعني صديق الاورنج. يلا مع السلامة لبيضتك، ودع بيضتك. اوكي مستر تورش تا 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 مستر تورش يلا مع السلامة. باي باي مستر تورش، سكننا يشبه سكن مستر تورش. زين رفايال اني هسه قدام بيضتك، ايش تقول اشيلها لو لا؟ يلا مع السلامة. طيب نحن هسه الثنين ما عندنا بيضة، حلو؟ سلام عليكم، هلا والله رفايال. زين انت الجيم اللي قبل هذا انت انطيتني الجيم، بس هسه اني همين راح اخذ الجيم يا ورع، اني راح اخذ تبلع تبلع يعني تبلع تضربني باللحم يا ورع. والله انك فله. يلا مع السلامه جي جي يا اخي، كل اقيام اخذها ماني، شنو السالفه يا ورع؟ اوكي شباب الحلوين هنا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى عجبكم هذا المقطع، اشوفكم مقطع صدم من بلايك اشترك بالقناة اذا مو مشتركين، واهم شيء يا شباب فعل الجرس اشعارات على مدة نزلت مقطع، وشي بيقول لكم امير الورع نزل مقطع راح تشيك عليه. شباب ما بقى لنا اشي على 100,000 مشترك، شباب بليز اللي مو مشترك يشترك وفعل الجرس اشعارات، فعل الجرس اشعارات، واللي مو كاتب كومنت يكتب، واللي مو ضغط لايك يضغط لايك، وقناة صديقي رفايال جاوب بالوصف، كلكم شباب اشتركوا بها خليه يوصل 1000 مشترك، توصل 1000 مشترك لو لا؟ ها؟ شنو لا؟ لا ان شاء الله توصل 1000 مشترك. فيا شباب الحلوين هنا وصلت مقطع، لايك اشترك بالقناة اذا مو مشتركين، وبس مع السلامة، باي باي. باي.